هل هو فعلا الحركه العمريه في المنحنى هبط؟ ماشي كميا لما تتكلم عن عدد الاضرابات دلوقتي وعدد العمال المضربين دلوقتي وقبل 7 شهور من دلوقتي لكن لازم نشوف الامور في نسبيتها. يعني انا مثلا لما اكون بتكلم في بلد منتفض في مليونيات وفي مئات الالاف من العمال المضربين كل يوم، دي حالة متناسبة مع بعضها، ده حالة غلام في المجتمع كله. النهاردة لما بتكلم عن بلد فيه حالة اصطفاف وعسكرة واستقطاب للدرجة ديت، لدرجة يمكن عمرنا ما شفناها في مصر في النص قرن اللي فات، فكل احتجاج عمالي قيمته اكبر بكتير جدا من العدد. كل مجموعة من العمال بيتحركوا للمطالبة بحقوقهم، قيمتهم وقيمة تحركهم اكبر بكتير جدا من ان احنا نقول انه في 500 عامل مضرب وانه قبل كده كانوا 500,000. لازم نشوف الامور في نسبيتها بشكل عام، ما نقدرش نحكم على منحنى الصعود والهبوط بشكل مجرد بشكل منفصل عن الـ الواقع. يعني في اللحظه اللي كان فيها انتفاضه دائمه في البلد وانه كان كل اسبوع في مليونيه، ماشي، يعني طبيعي انه الحركه العماليه تبقى متاثره وبرضه منتفضه مع المجتمع. النهارده الاجراءات اللي بتحصل المنحنى، يعني مش بقول دوت عشان نقول لا الحركه العماليه النهارده افضل من امبارح او كده، مش يعني مش عايزين نتكلم كلام متفائل وخلاص ولا نتكلم كلام متشائم وخلاص، بس لازم نشوف الامور بجديه انه اذا الطبقه العامله النهارده رغم الخفوت دوت ورغم المنحنى الهابط دوت ما زالت تقاوم وبتطالب بحقوقها، ماشي، فده معناه ان هي القلب الاقوى في المجتمع. طبعا يعني انا افضل انه العمال بدل ما يطالبوا بحد ادنى الاجور او يطالبوا برفع اجورهم 10 اضعاف ان هم يستولوا على المصانع ويديروها لصالحهم، بس اللي انا فاهمه يعني اللي انا واثق منه يعني انه العمال اللي مش هيطالبوا بزياده بدل الاجور بقى مش هيستولوا على المصنع، اللي مش هيعمل الصغيره مش هينفع يعمل الكبيره. يعني الثوره هدفنا بس الاصلاحات هي طريقنا، انه يعني لا يمكن تكون المعركه الثوريه هي المعركه الاولى اللي هتاخدها الطبقه العامله. معركه الثوره بقى يعني اللي هو ايه، هتهد كل النظام الاقتصادي دوت وتبني نظام اقتصادي جديد، هتهد الاوضاع ديت وتبني اوضاع جديده. هي معقوله دي تبقى ديت الخطوه الاولى؟ ماشي، ما لم تنتظم الطبقه العامله في انضلالات كتيره ويتراكم كفاحها ووعيها، ماشي، لفتره طويله وتطالب بالحد الادنى للاجور وتفضل متمسكه بيه لغايه ما يتطبق، فتكتشف ان الاسعار زادت وفقد قيمته فتبتدي تطور مطلبها، ماشي، وتبتدي تتنظم اكتر ووعيها يزيد اكتر. يعني دي الطريقه الوحيده في رايي، يعني ما بتحصلش فجاه كده. طبعا الوعي الليبرالي هو اللي مسيطر لان كل وسائل الاعلام ليبراليه، ماشي، الليبراليه بمعناها الاقتصادي يعني مش حاجه بمعناها السياسي، كل يعني كل وسائل الاعلام وكل الوسائل اللي بتشكل وعي المواطنين هي بتاعه الليبراليه الجديده، ماشي، ومنطقي انه الطبقه اللي بتحكم هي الطبقه اللي بتقدر تفرض ثقافتها ووعيها، ماشي، بس اللي احنا واثقين منه انه وعي الطبقه العامله بيتطور مع حركتها، زي ما اتكلمنا بالظبط عن المحله، ده تطور في الوعي الجماعي مش في وعي كل واحد. انه في 2006 مطلب صغير وبعدين في 2006 مطالب اكبر وبعدين مطالب على المستوى القومي وبعدين انتفاضه ثوريه. ماشي؟ يمكن ده تسلسل واضح قوي، يعني يمكن ده مثال واضح قوي لتسلسل تطور وعي الحركه الجماعي مش تطور وعي كل واحد من العمال. فهي فعلا يعني النضال الاصلاحي دوت بشرط ان هو يكون جماعي وبشرط ان هو يكون نضال، مش الاصلاحات بمعنى الصفقات، ما في اصلاحات بتحصل عبر الصفقات، ماشي، دوت ما بتخلقش اي تطور في الوعي، بالعكس ممكن ترجعنا لورا. لكن تطور وعي الطبقه العامله عبر النضال الاصلاحي الجماعي هو اللي ممكن يوصلها للمعارك الزمنيه الاكبر.